ليبيا المدينة الساحرة، ساحرة بشواطئها، بسكانها، بجمالها الطبيعي الذي جعلها وجهة سياحية مهمة هذه السنة. للأسف ليست هذه الصورة الكاملة. قرب الشاطئ الأوساخ والفضلات مكدسة، روعة صورة البحر تنهشها بشعة الأوساخ والروائح. وعلى بعد أمتار من الشاطئ مياه ملوثة تأتي من أحدى المقاهي لتصب في البحر. وقت اللي بدينا الزجوع متاع البحر عندها فوق مشرة ذيك الزبلة ذيك الدور جماعتك البلدية يعبيه وقت المطعم فهمت الله يعبيهم، وهذيك يخليها هذيك تو حتى يكمل السيزون نتاع السيم نتاع البحر وهي كاك مقدس. بلدية ليبيا 5 قطاع رفع الفضلات على كامل منطقة البلدية، كذلك كل قطاع بيئة كل الخدمات البيئية هي 5، يعني هناك 4 مقاولين يخدموا في المجالات الكل، كنس الطرقات، العناية بالشواطئ، رفع الفضلات المنزلية، حتى العناية بالمقابر الإسلامية. هي احنا مانيش قادرين باش نلموا البلاد الكل في نهار، ولكن اللي احنا نحاولوا في الحي اللي عملنا فيه حملة ودخلنا فيه نرجعوا له في ظرف أسبوع، احنا راهو بما نقولوا مجهود البلدية يبقى نقص ويبقى ماهوش مرضي إذا كان المواطن مجاش بلغ مجاش للبلدية وقال عندي. يعني أنا نطلب من كل مواطنين وزوار مدينة قريبة، كما تعرفوا في الصيف ليبيا تولي 3 مرات و4 مرات، اليوم احنا في شرق أوس في حوالي 150 ل 180 ألف ساكن. انت تعرفوا ليبيا اللي عدد سكانها العادي هو بين 50 و60 ألف ساكن، وبالتالي المجهود ما يبقى ديما ناقص إذا كان المواطن ما يساعدش البلدية. وكيفاش تساعد البلدية يجي يقول هنا على طريق شاطئ المنصورة أيضا أكوام من الفضلات، والصورة لا تكتمل هنا ولا تبدأ هنا. الصورة تبدأ وأنت تدخل مدينة قليبيا في وادي الشواء، أوساخ مياه ملوثة وتهميش لهذا الواد الذي أصبح مصب فضلات لدى البعض. السوق المركزية وسط مدينة قليبيا، أول شيء يعترضك هناك هي الروائح الكريهة التي يخلفها باعة الأسماك بشكل فوضوي. داخل السوق أكد لنا أحد القصابين أن حالة السوق لم تتغير منذ أن قمنا بالتصوير في المرة الفارطة. لا صاروا حتى شيء من هارة اللي جدوا انتوما خدموا وكانوا توجيهوا، جاء المعتمد بتنصب جديد، جاء عمل دورة قال باش نحل لكم التواليتات، لا عملوا حتى شيء. المرشي ذاك هو كالعادة ما هم حتى شيء، ما ثم حتى شيء تصلح كيما قبل كيما توكي. شكر برشا سيد المعتمد يعطيه الصحة قائم الوجه بتاعه، عاون الترتيب بتاعنا شرطة ترتيب هذيك على شيء يعمل كيف وبدون تعليق بدون تعليق. الكارثة العظمى هو مصب الفضلات البلدي الذي يقع بين قليبيا وأزمور، غير بعيد عن المناطق السكنية ولا عن الأراضي الزراعية. هذا المصب هو خطر حقيقي على المدى القريب والبعيد، روائح كريهة، دخان، نيران مشتعلة ومنظر متناقض بين أشجار الزيتون والأوساخ. عندك بالنسبة أكبر معضلة في قليبيا هي المصب الفضلي بتاع المصب البلدي فضلات هذا في طريق أزمور، وبالنسبة ذيك معناها كوارث معناها موجودة فيه، وأخيرا معناها صار تحريقة معناها فما 5 غروس معناها بالأشجار المثمرة متاحة بكل كات حرق، معناها قريبة معناها فقدت الجمالية متاحة وما عادش فما معناها الردع الأمور الردعية اللي قبل ما عادتش. جمالية قريبة ساعة ظهر لي كلمة ما عادش في بقعتها بالكل، والحديث اليوم على قليبيا ما عادش حديث على قليبيا وعلى النظافة، حديث على الحالة القليبية لوكا قليبيا، على خاطر الأمور استفحلت برشا، استهانة كبيرة برشا من المواطني، دو من نيابة خصوصية بيدها، معناها نيابة خصوصية عاجزة عن اتخاذ أي قرار ردعي. بكري كنا نعذر وهذا على أساس أن حكومة مؤقتة وما عندهاش صلاحية الكافية وشو، اليوم يقول احنا في حكومة قارة. ميناء الصيد البحري بقليبيا هو القيمة الاقتصادية للمدينة، وهو من أهم الأقطاب الاقتصادية للبلاد التونسية، لكنه للأسف لا يحظى بالاهتمام الذي يوازي هذه المرتبة،
بدخول فريق كباثا من ميناء وبدئه بتصوير الحالة البيئية الرثة له، حتى منع من القيام بعمله الصحفي من قبل رئيس الميناء بتعلة وجوب الحصول على ترخيص. يهديك ربي الرحمن، عايش كويس غادي صورت معاك. إيه انت كي جيت وانا رجعت للإدارة بالتراخيص مش بيننا من بعد، قالك لا رجع تراخيص الا بالوح. انا عايش كويس يهديك من غير حتى شيء. انت تخدم في خدمتك وانا نخدم في خدمتك. انا رجعت للشؤون القانونية نتاعي. ما جمش انت تستشير الإدارة نتاعك؟ استشارتها صحيح. لا اي إذاعة اي تلفزة اي كذا الا بالتراخيص. وفاجئت بعدكم ونتساءل إن كانت هذه الصور التي أراد رئيس الميناء إخفاءها من خلال منعنا من التصوير. ولكن لو يعلم المسؤول أن المشكلة لا تحل بمنع فريق صحفي من نقل الحقيقة للمواطن، إنما تحل عندما يقوم هذا المسؤول بعمله بأكمل وجه، بغض النظر إن كان هناك تقصير أو إهمال أو تكاسل من بعض المسؤولين، فإن بعض المسؤولية تقع على قلة وعي بعض المواطنين، لكن النتيجة واحدة: مدينة من أجمل مدن تونس يتعرض جمالها الطبيعي للانتهاك.